هذه من قلت مربية بنتي. بنتك؟ نعم. بنتي لطيفة. نعم. أنا ننساك بنتها. هي جوزت وأنا جوزت 11 سنة وإحنا ساكنين في القيطون. ربي معكم، ربي معكم. ومهما ما خليتش بنتي، وكانت هي الأولى قبل ما يزيد أطفال، ما خليتهمش يحسوا كما نقول لك بهذاك الشيء وكاع. جوز ناس وفرينا. نقول لك أسي جلال وأصدقائهم يسمعوا فيا، عمري ما حكيتها، وهذه نحن نقولها لك اليوم هنا، وربي أو شاهد على ما أقول. ما عييت يا سيد جلال باش نوكلهم نروح لي ريستورون نعمل خدور من الماكلة تاع الناس اللي يخليوها في الطباسة. لا إله إلا الله. وربي أو شاهد ما أقول، وربي هو اللي حاسبني على الكلام اللي نقوله، ما حتى واحد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وتشريت عليها باش ما تحش. وعمرك ولا جرحتها بكلمة؟ أنا أقول عمري وبما تحش، قسما بالله أنا ديموندي على حاجة قلتهن. والله غير نروح نخلي لي شاك عند الناس كي يكونوا ما عنديش الدراهم غير باش نجيب لها هذيك الحاجة. الله أكبر. ما نخليش، ما نخليش هذه لطيفة باش تقول لي بلاد الناس هكا واش عندهم وحنا وانا ما عندي. ساكنة في القيطون وعيشتها أغلى عيشة. ما يهمش هذا كله، ما يهم لا القيطون ولا القصر. والحمد لله يا ربي. الحمد لله، الحمد لله. نعم الرجال أنت. تزوجتها في القيطون.